السلام عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير. بون اليوم فيديو جديده، عندنا بزاف ما درناش في اليوتيوب لهنايا، لا غالب قلت لاتي مع الانستغرام والتيك توك، بصح باذن الله راح نولي كل سمانه نحط لكم فيديو لهنا ان شاء الله في اليوتيوب. والفيديو تاع اليوم راح نهضر لكم على لي ميور دي فيلم اللي شفتهم في 2023. قبل ما نبداو ما تنساوش تابوني وتاكتيفيو لا كلوش، راح نلحقوا 20000 متابع، يعطيكم الصحه وديروا جيم في لا فيديو. نوليو لي فيلم، نبداو بالفيلم الكلاسي في المرتبه العاشره اللي اسمه انلوكت. فيلم هدايا تاع جريمه وفيه ساعه و57 دقيقه. والقصه تاع الفيلم، بعد ان عثر احد الاشخاص شديد الخطوره على هاتفها المفقود، تصبح امراه شابه في ورطه كبيره مور ما ولات تفاصيل الحياه ديالها الخاصه مراقبه بالكامل. وتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 7 من 10. نروحوا للفيلم رقم 9 اللي هو باليرينا. الفيلم هدايا تاع اكسيون فيه ساعه و33 دقيقه. والقصه تاع الفيلم، حزنا على فقدان افضل صديق لها لم تستطع حمايته، تنطلق حارسه شخصيه سابقه لتحقيق امنيه صديقتها العزيزة. والتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 7.5 من 10. نروحوا للفيلم رقم 8 اللي هو ذا كرييتور. والفيلم هدايا تاع سيونس فيكسيون، فيه زوج سوايع و13 دقيقه، ويدور العمل في المستقبل القريب بعد نهايه العالم، حيث يخوض ما تبقى من البشر حربا كبيره ضد الذكاء الاصطناعي. والفيلم هذا كان من افضل الافلام تاع سيونس فيكسيون اللي شفتها هذا العام. والتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 8 من 10. نروحوا للفيلم رقم 7 اللي هو اكستراكشن 2. والفيلم هدايا تاع اكسيون، فيه زوج سوايع و3 دقائق. والقصه تاع الفيلم، بعد نجاته باعجوبه خلال مهمته في بنغلاديش، يعود تايلر ريك مع فريقه في مهمة جديدة أكثر صعوبة. وبون هذا كان الجزء الثاني، اللي مازال ما شافش الجزء الأول غير يروح يشوفه باسكو فيلم قوة بزاف، ومن بعد باش يشوف الجزء الثاني. والتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 8 من 10. نروحوا للفيلم رقم 6 اللي هو نابوليون. والفيلم هدايا فيلم تاريخي، فيه زوج سوايع و38 دقيقة، ويلقي الفيلم نظرة على القصة الحقيقية والشخصية لأصول القائد نابوليون بونابرت وتسلقه السريع إلى الإمبراطورية، ويوضح العلاقة ديالو المتقلبة بالزوجة ديالو وحب حياته جوزيفين. الفيلم هدايا دار ضجة كبيرة كي خرج في فرنسا، لأنه كاين عفايس بزاف قال لك حرفوهم في التاريخ تاع نابوليون، وهذا الشيء ما عجبش الشعب الفرنسي، تما صرات بوليميك كبيرة. والتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 7.5 من 10. نروحوا للفيلم رقم 5 اللي هو ذا كيلر. والفيلم هدايا تاع جريمه، فيه ساعه و58 دقيقه، وتدور احداث العمل حول قاتل ماجور يدخل في صدام مع ارباب عمله، وذلك من خلال مطارده دوليه تتسبب بالكثير من الفوضى والجريمه. والناس اللي تحب الافلام تاع الجريمه، الفيلم هدايا راح يعجبكم بزاف، لكن الحاجه الوحيده اللي ما عجبتنيش انايا في هذا الفيلم هي النهايه ديالو. يعني البدايه كانت قوه بزاف، لكن في النهايه ما عرفوش يكملوها. والتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 7 من 10. نروحوا للفيلم رقم 4 اللي هو كريد 3. والفيلم هدايا تاع سبور، فيه ساعة و56 دقيقة، وتدور الأحداث في إطار درامي، ويعد هذا الجزء هو الثالث من سلسلة أفلام كريد اللي تتناول حياة بطل الملاكمة كريد في مباريته الملهمة. وهذا كان الجزء الثالث من هذا الفيلم، يعني اللي مازال ما شافش الجزء الأول والجزء الثاني ننصحكم بزاف باش تشوفوهم، لأنه كانوا شابين بزاف، سيرتو الناس اللي تحب لي فيلم تاع البوكس، الفيلم هدايا راح يعجبكم بزاف. والتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 8 من 10. نروحوا للفيلم رقم 3 اللي هو نوير. والفيلم هدايا دار ضجة كبيرة في 2023، والقصة تاع الفيلم، في إطار من الإطارات تكافح امرأة شابة للبقاء على قيد الحياة هي وطفلتها، بعد أن اضطرت للهرب على متن سفينة شحن في أثناء عاصفة عنيفة. الفيلم هدايا كان أفضل فيلم تاع سيرفايفل شفته هذا العام، والممثلين بدعوا بزاف في الدور ديالهم، سيرتو لاكتريس برينسيبال، وفيه شوية مشاهد مقززة تسمى دراري صغار ما ننصحكمش باش تشوفوه. والتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 8.5 من 10. واللي يحبوا لي فيلم تاع البقاء على قيد الحياة، الفيلم هدايا ننصحكم باش تشوفوه. الفيلم الدوزيام اللي هو اوبنهايمر، تاع الممثل توماس شيلبي والمخرج كريستوفر نولان، وراني داير لكم مراجعة فلاشان ديالي، ادخلوا تشوفوها، مراجعة فيلم اوبنهايمر. الفيلم هدايا اسطوريك، فيه 3 سوايع، وتدور احداث العمل في اطار درامي حول السيرة الذاتية وقصة العالم الامريكي روبرت اوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية. بون، الفيلم هدايا يقدر يكون افضل فيلم شفته هاد السنة، لكن الحاجة اللي ما عجبتنيش بزاف هي كنت نستنى حاجة خير، باسكو دار ضجة كبيرة قبل ما يخرج، لكن كي خرج الفيلم ما حسيتش بهذيك العظمه تاع الفيلم. مي في الكوتي تاع الممثلين، الاخراج، التصوير كان قوه بزاف، كانوا كاينين بعض الغلطات في الفيلم لكن يجوزوا. والتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 9 من 10. نروحوا للفيلم الاول والاخير، والفيلم هدايا من بطوله الممثل ليوناردو دي كابريو اللي اسمه ذا كيلرز اوف ذا فلاور مون. الفيلم هدايا تاع جريمه، فيه 3 سوايع و26 دقيقه، والقصه تاع الفيلم، تقتل اعضاء قبيله الاوساج في الولايات المتحده الامريكيه تحت ظروف غامضه باوائل العشرينيه، فينطلق الرائد الفيدرالي لاستقصاء الامر ومباشره التحقيقات في القضيه. بون، الفيلم هدايا كان افضل فيلم بالنسبه لي شفته هذا العام، والممثلين بدعوا بزاف في الدور ديالهم، سورتو الممثل دي كابريو اللي دائما يبهرنا بالتمثيل ديالو، والاخراج والنهايه كانوا قوه بزاف، يعني نقدروا نقولوا باللي الفيلم هدايا ما كانوش فيه غلطات، كان شويه تماطل لكن يجوز نورمال باسكو ممثل دي كابريو تشوفوا 5 سوايع 6 سوايع ما تشبعش. والتقييم ديالي الشخصي لهذا الفيلم هو 10 من 10. خاوتي قبل ما نكملوا الفيديو ما تنساوش تدعيوا لخاوتنا الفلسطينيين اللي راهم في مأساة كبيرة، وتدعيوا للشهداء اللي ماتوا في سبيل الله، ربي يرحمهم ان شاء الله. بون ليكيب، لحقنا لافين تاع هذا الفيديو، اللي شاف واحد من هذا الفيلم يعطينا رايه فيه في لي كومونتير، وما تنساوش تابوني في لي كونت ديالي الاخرين انستغرام تيك توك، راني متفاعل تماك، واللي راهم مابونيني لهنايا ما تنساوش تاكتيفيو لا كلوش باسكو راهم جايين لي فيديو بزاف شابين ان شاء الله. سلام.